مانشستر جيريسي، مواليد 25 أبريل 1986 بالبيضاء، لاعب حالي فريق فتح الرباط. فالعودة ديالي ما خداتش بزاف ديال الوقت، كان هناك اتصال من طرف المسؤولين ومن طرف المدرب، فهادي أنا ابن الدار، لعب سنوات مع الفريق، خدينا ألقاب مجموعين، كنظن ما خديتش الوقت كثير باش نرجع، وأنا سعيد انضمام ديالي للفريق اللي كتعتبر من أكبر وأعرق الأندية في المغرب. أولا العلاقة اللي كتجمعني بوالد فهي علاقة حب واحترام وعمل، فتكلم معايا قنعني على أنني كاين أهداف وأنني ما رجع للفريق وهادي ونتعاونوا مجموعين، فما كانش عندي شي إلحاح كبير وما كانش عندي حتى أنا كيف قلت لك مشكل أنني نرجع للدار ديالي، لأنني كنعرف الأجواء ديال الفريق، كنعرف تقريبا جميع اللاعبين، فهادشي غيعاونني ويعاون الفريق حتى هو، وأنا سعيد كيف قلت لك بالانضمام ديالي والعودة ديالي للدار ديالنا. أغلب اللاعبين كيف قلت لك أنني كتجمعني معهم علاقة طيبة، الكل كيكلل لي الاحترام في الفريق، أنا كنكلل لهم احترام متبادل، فكانت يعني ما لقيتش واحد صعوبة، جميع اللاعبين كنعرفهم سواء خارج الفتح الرباطي سواء كنت داخل الفتح الرباطي، فالحمد لله كان هناك ترحاب جميل منهم، وكنتمنى اننا نديروا يد في يد هاد السنه هادي ونتعاونوا مجموعين ان شاء الله ونحققوا شي نتائج ايجابيه هاد السنه هادي. فبالنسبه للطموح ديالي كاي لاعب غيبغي يفوز بلقب، رغم انني فزت بلقبين ووصلت لنصف نهائي افريقي مع الفريق ككل، فكانت حققت معاه كاس العرش ونهزمنا في النهائي ديال كاس العرش، وحصلت مع على بطوله اللي ما فازش فيها الفريق منذ التاسيس ديالو 70 سنه. الطموح ديالي كاي لاعب نبغي نفوز، رجعت انا باش نفوز بالالقاب مع الفريق، ولما لا ان شاء الله نحقو واحد اللقب هذا الموسم هذا ان شاء الله. بالنسبه للرساله ديالي للجمهور الفتحي، كما هو معروف يشجع الفريق ديالو حتى الاخر رمق في البطوله، وكنوعدهم ان شاء الله اننا نتعاونوا ونديروا يد في يد ونبصموا على موسم جيد ان شاء الله. فكيتعتبر الجمهور هو اللاعب رقم 12، فبدون جمهور فاللاعبين ما كيسمعوا ولا شيء. تابعونا على قناه يوتيوب.